بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله جميعا مع الدرس الجديد من دروس شرح رواية واش من طريق الشاطبي. وقفنا عند قوله تعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. قالوا أنطقنا مد منفصل في الإشباع، الذي أنطق كذلك مد منفصل في الإشباع، شيء مدلين فيه التوسط الإشباع. وهو خلقكم أول مرة صلة ميم الجمع، وهو من قبيل المد المنفصل في الإشباع، طبعا على توسط اللين لنا في العارض ثلاثة الإسكان، وعلى إشباع اللين الإشباع في العارض. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ولا أبصاركم مد منفصل في الإشباع، ظننتم أن الله صلة من الجمع ومن قبيل المد المنفصل في الإشباع. كثيرة راء مفتوحة قبلها ساكنة تلقق الراء. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. بربكم أرداكم صلة من الجمع وهو من قبيل المد المنفصل في الإشباع، أرداكم التقليل والفتح وجهها لأن مدوت الياء. فعلى الفتح في أرداكم لنا في من الخاسرين ثلاثة الإسكان، وعلى التقرير في أرضاكم لنا في العارض التوسط والإشباع. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. فإن يصبروا راء مضمومة قبلها كسرة رقاق الراء، مثوى لهم في الوقف لنا وجهان فتح وتقرير، وفي الوصل لنا الفتح لأنه منون. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. قرناء مد متصل في الإشباع، في أمم مد منفصل في الإشباع، والإنس نقل حركة همزة إلى الساكن قبلها. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ولنجزينهم أسوأ صلة من الجمع وهو من قبيل مد منفصل في الإشباع. ذلك جزاء أعداء الله النار، لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. جزاء مد متصل في الإشباع، جزاء أعداء همزتان من كلمتان مختلفتان في الحركة، الأولى مضمومة والثانية مفتوحة، فتسهل الثانية، عفوا فتبدل الثانية واو خالصة، جزاء وعداء. طبعا أعداء هذا مد متصل في الإشباع، جزاء كذلك مد متصل في الإشباع. بآياتنا بدل في الأوجه الثلاثة المعروفة، فعلى قصر البدل لنا في يجحدون ثلاثة الإسكان، وعلى توسط البدل التوسط الإشباع في العارض، وعلى إشباع البدل الإشباع في العارض. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. ربنا أرنا مد منفصل في الإشباع، والإنس نقل حركة همزة إلى الساكن قبلها، من الأسفلين نقل حركة همزة إلى الساكن قبلها. هذا ما فتح الله لنا عز وجل في هذا الوجه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.